هود هود قربوا قربوا قربوا. السلام عليكم. عليكم. حياك الله بخير. كيف الحال؟ الحمد لله. مو حالكم؟ كيف صحتك؟ كيف حال بخير يا معدل؟ مو حالكم بخير؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ قربوا معنا قربوا. كيف حالكم بخير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ كريم. اهلا اهلا. مرحبا. كيف حالكم؟ الحمد لله. هنا ساكن؟ انا هذه المنطقة. في هذه المنطقة. ايش يسمى المكان؟ يسمى كوامباني. كوامباني. في زنجبار. في زنجبار. نعم. جايينك في وقت مطر ما شاء الله. اليوم مطر الحمد لله. مطر. بسولكم توسع مطر. الله يسلمك. الله يسلمك. ولادك لا؟ هذا أولادي ولدي هذا. هذا أحفادك. هذا ولدك. كيف حالك؟ خير. من الاسم الكريم؟ محمد. اسمك؟ محمد. محمد. بن ناصر. ناصر بن سليمان. ولد أخوي أنا. ولد أخوك. ولد أخوي. ها ها. وهذا الأحفاد. وهذا أولاده. زين. وهذا. وهذاك سليمان الدين. أبوك من بيت من الخارج. أبوك متوفي. متوفي. ها؟ ما تتكلم عربي أنت؟ يعني شوية. شوية شوية. ليش شوية شوية؟ تعلم عربي. زين شغل. مين الأولاد؟ ما يتعلم عربي ما يفهموا. كنتوا ما فهموا. هذا ولدي. هذا ولدك. مرحبا. لما كذا يعرف عربي قليل. سيد خير. يا مرحبا. وهذا منير ولدي كذا آخر ولد. هذا آخر ولد. إيه اسمه منير. وهذا كنا أول. هذاك كبير ما شاء الله. الثالث. انت الثالث. من الاسم الكريم؟ سليمان. سليمان بن سالم. بن سالم. يا مرحبا وسهلا. منير بن سليمان بن سالم. ايه الريامي. منير بن سالم. ايه. هذه يتعلم في يتعلم مسألة هذا ابوك. نعم. بابا. نعم. يعرف عربية. ايه. يتعلم في قليل قليل. قليل انت شاطر تتعلم تقرب شويه. هذا بدور هذا بن محمد بن ناصر. ايه. بن سليمان الريامي. هذا احمد بن محمد. ايه. بن ناصر بن سليمان الريامي. ما شاء الله. انتم هنا كانكم عايشين عائله كامله. نعم. يعني كيف. اكبرهم انت الجد. نعم انا الجد. زين. والوالد وهذه ضحيتكم هنا الشارع. هاي ضحيتني وهذا مكاني مكانها. زين. وانت واولادك واحفادك كلكم هنا؟ متفرقين في هذا المكان؟ كان كنا كلهم مولودين هنا. هي. لكن انتم سووا كبار تفرقوا على كل مكان. في مويره اكثر يسكنوا في مويره. اعطي هذا في مويره. هين مويره بعيده عنها؟ مويره تقريبا 6 ميل يعني كم كيلو تقريبا؟ ستة ميل. يعني متجول. انت هنا مولود؟ المولود في هذا المكان. هي. في هذه المنطقه خاصه. وشيابك؟ شايبك انت؟ ابوي جاي من عمان. جاي من عمان؟ جاي من عمان صغير. وتزوج هنا. أبوك جاي صغير. جاي صغير. نعم. وأبوي عصره من الجبل الأخضر. من الجبل الأخضر. من مكان اسمه لقشع. في الجبل الأخضر. زين. عصلنا من هناك. هي هي هي. وأنت استقريت هنا. وعلي أبوي تزوج هنا عمانية. إيه. إيه ولدت أنا هنا. نعم. وبعدين لما جلست مدة خليني توفي الوالد. لكن صرت عمان سنة 1959. إيه. وحصلت جواز عماني. إيه. مع السيد شاب. إيه. لكن يوم جيت الانقلاب مسقوه ذاك هنا هنا مسقوه احداث سياسيه وفيها واجد ربشه ذيك الايام يعني ما حد كذا قتل وقصف ودخلوا البيت وشيلوا كل شيء ما بقى شيء نعم وياه كله الكتب القران وهذا كله مسقوه وذاك جواز مالي مسقوه كذلك والان على الجنسيه التنزانيه انت هاي كنت تنزانيه ايوه قام يزيد المطر يزيد المطر من قلت لي انت اسمك منير بن سالم منير انت نعم حلو وين تتعلم؟ في دونكو معهد الاستقامة معهد الاستقامة العمانية معهد يعلموكم اللغة العربية نعم زين سمحوا لنا وقفناكم في السيل ما زين زين ها. نكمل الحديث داخل نكمل الحديث زين عن المطار زين زين تفضلوا 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 غربوا أحسنت أحسنت تفضلوا تفضلوا زين شيخ سالم نعم بعد المطر ترى يسكن بعد المطر يسكن هي كما خبرتك اول مسكي هذا ايوه كم يستمر؟ هي مسكي ثلاثة أشهر الشهر الرابع والخامس والسادس وشي نوبه في اوقات غير هذا الوقت؟ نعم شيء مقال يقال له هذا فولي مسكي الفولي فولي الشهر العاشر و11 ايوه كذلك مطار كثير لكن ما كمل المسيكة هنا الاعتماد الأول في الزراعة على المطر على المطر نعم ماشي فلاج ايه
بس على المطر. فلاجة ماشي. ماشي فلاجة. طويان قليلة. طويان موجودة لكن قليلة. وهي الطويان ما توحي هذا الزرع كله ما شاء الله. شيء موجود هنا تحتنا. شيء موجود طبعا. وهي بنسخة منها. هذه ضاحيتك أنت. هاي ضاحيتي. الشامبة مالك. نعم. إذا خف المطر بتدورنا فيها. وهذا المسجد. وهذا مسجدكم. نعم. الحمد لله العمانيين وين ما سكنوا سووا مساجد. سووا مساجد. نعم. هي. معاهم بيوت الله على طول. نعم. زين. زين احكي لي شاب سالم. نعم. يعني قصتكم هنا في إفريقيا في زنجبار. أنت تولدت هنا. نعم مولود هنا. يعني الشايب هو اللي جاي من هنا. الشايب توفي هنا في هذه المنطقة. في نفس المكان هذا. في نفس المكان توفي هنا. هو اللي مؤسس المزرعة هذه؟ هو نعم. أنت وارثنها؟ إي نعم. زين. حد عندك أخوة هنا؟ عندي أخوين ثانيين توفوا العام الأول. في وقت واحد. الله بينهم نص ساعة بس لطع رجال وتوفي في وقت واحد كلهم. بينهم نص ساعة. بين اخوك واخوك إيه انا سامع عن هذه السالفه اخوانك هذول إيه اخوانا إيه. الله يرحمه ويغفر له روحه من الجنه ان شاء الله قبيل توفى اخو ولد ابوه هذا ناصر قبيل مده إيه. قبل سنه واحده كامله إيه. وفي سنه توفي اخوته الثانيه اها كان في هذاك بيوتهم هذا سمعت انا لهم قصه مؤثره يعني انه بعد ما توفى ما تحمل يشوف اخوه إيه. يشوف اخوه بس يطلع فوقه إيه. وبس إيه. الله يرحمهم إيه. الله يرحمهم هذا هم اللي كانوا اخوتك هنا يعني في الفلبين أربعة هي في عمان ما يلك اخوت؟ عندي اخ في عمان يسمى السيف بن سليمان بن سالم بن سليم ريان اكبر ولا اصغر عنك؟ بعدين هو الرابع هو الرابع انت انت رقم كم في الاخوة؟ اول رقم انت اول واحد وبعد ابوه هذا محمد بعد هو محمد بعد محمد ناصر بعد ناصر محمد بعد محمد عبد الله طيب وبعد ابو اختنا في عمان تسمى شمسه هذه زميلتنا ترى في الشغل هي شمسة هي بس اختي اختي هذيك ما شاء الله تمام اختي اختي خليصة الام الله يحفظكم لبعض والوالدة توفيت العام الاول طيب يعني العلاقات اللي بينكم وبين اخوتكم واهلكم انتم ناس لقيتوا عمركم في افريقيا واستقريتوا في افريقيا نعم واخوتكم واهلكم في عمان طمعنا كيف العلاقة بينكم؟ كيف السيرة والجاية بينكم؟ نسير طبعا هم يجوا وحنا نسير بعض الأوقات بعد سنتين ثلاث يجوا يزوروا هم وبعدنا من أنا بسير أسير أزور أنا جيت يمكن من يوم شهر هذا الثاني هو الماضي تميت خلاص 10 أيام هناك ورجعت رحت عمان ورجعت تميت تقول 10 أيام وإن شاء الله بسوي لي الشهر الخامس برجي مرة يعني انت في السنه اقلها مره تصير عمان في السنتين مره واحده وفي السنتين مره مره هي. نعم المهم انك ما قاطع عنها ما قاطع عنها وان شاء الله ما تقطعها ان شاء الله ما اقطعها حتى بطلب جوازك ما اعطيوني يعني اعطيوني اقامه هي. والاقامه تنتهي الشهر السادس اخر الشهر السادس ان شاء الله الاقامه تصير الشهر الخامس ان شاء الله الاقامه مره اها هذه مساله اجرائيه يعني ان شاء الله الاقامه تجيب الجواز يعني عسى ان شاء الله في النهاية كذا ولا كذا انتم عمانيين يعني حملت الجواز ولا ما حملته انت دمك عماني نعم كيف تحفظها زنجبار وانت طفل مثل هالاولاد هذول استاذ زنجبار اول من سنين عمان هناك عندهم شده تعب عمان ماشي عندهم شيء فقره نعم بس كلهم افريقيا كلهم افريقيا والبلاد كان كلها عرب كلها عرب الاكثر عرب مليانه عرب ايوه قاديه بس وحديه لكن نعم. هذه خاصة من السلطان ما بلد بلاد نعم إلى 64 نعم بلد السلطان السلطانية خاصة نعم بس بعد 64 استوى الانقلاب كما تعرف عاية الأشياء تغيرت الأحوال تغيرت الأشياء نعم وخذوا الأموال وقتلوا الناس وخذوا الأراضي الشوارب بالناس نعم خذوهن وقسموهن بينهم طبعا هذه أحداث معروفة اللي هي ثورة 64 يناير 64 اللي فات فات خلنا في اليوم اي خلي يا اخي لو صار ماشي عادي نعم واليوم العلاقات كثير طيبه بين البلدين ورايحه للاحسن والاحسن الحمد لله هي اشياء كذا زين الحقيقه وهذه حتى انتم ان شاء الله لصالحكم هنا دائما لكم هنا انا باك تتذكر
وانت طفل صغير في زنجبار ايش السيرة؟ ايش هين تعلمتوا؟ كيف عشتوا؟ ايش المعيشة اللي كانت هنا؟ كيف شكلها؟ زمان المعيشة احسن احسن خاصة عنده احسن عنده يعني احسن عنده ولا زمان. هذا لحيت انك مشتاق الطفولة؟ يعني في زمان ما انا وقت الشياب يعني كل شيء ما كل شيء موجود مثل الله يرزق الطيور هذا اللي موجود كل يضيع كل مكان تحصل فيه اي كل وقت يعني حال العمانيين في ذيك الايام ما قبل الانقلاب كانت حاله زينه حاله زينه كانت نعم زين بعد الانقلاب خم يشلوا الناس منه كلهم يسيروا عمان كلهم رجعوا عمان في عودة في الستينات وفي عودة في السبعينات نعم كذا كذا سيروا عمان وبقينا ما نبقى قبلنا وبقينا يعني ما نواصلنا هناك لكن أخوي سيف والوالدة وأختنا شمسة كلهم راحوا في الأيام هذه وقت الانقلاب وحنا كنا وقت الانقلاب حنا كنا دائما مسجونين في السجن داخل قدر بأربعة أشهر وعشر أيام حلو داخل ما أنا مسجونين ما أنا في البيت بس مخلين مكان في البيت في مكان بس مخلين مثل الإقامة الجبرية هناك كنا بعدك وهذه الكروس هذه صليب الأحمر يجيبهم يشتغلوا من هناك يجيب لنا أكل وهذا كل شيء هم يجيبوا ماشي تعب كان نعم ماشي تعب وخلف الرئيس هذا قال بعد أربعة أشهر يخيلوا له مكان يقعد شواكا بس قال الرئيس كل حي يصير مكانه ويصير بيته ويقول بس يكون يمان وكل حي يسوي شغله وكلكم ما 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 ماشي طاب نعم بس رجعنا الحمد لله ماشي طاب مشيت لكن مشاكل قليله قليله ماشي ما تسوي مشاكل قليله قليله بعض الايام هذه حياه ولازم فيها شويه لازم ما لازم كذا مره كذا ما يكون معنا كل شيء كل يوم وانتم مريتوا باحداث سياسيه هنا يعني نعم ثقيله شويه سياسيه نعم. حصلت تعب شويه لكن هي. الحمد لله لكن المعيشه في البيت وفي الحاره وفي هذا الصغر كيف كانت؟ ماشي زين الحمد لله طيبه زين هين تدرسوا؟ هين درستوا يوم انت كبر هالاولاد؟ نعم هين رحت المدرسه؟ تعلمت في البيت ابوي علمني كان في البيت هي كان معنا زمان ماشي مكان كثير نوالو لا قليل قليل بس عربي اكثر بس عرب كم احنا هنا مكان ثاني قدام بعيد مكان يعني كم ميتا ثانين ميتا اربعه بين العرب اكثر كان ماشي ماشي السواحلي يعني كان نعم يعني ابوي علمني في البيت قران تعلمني في البيت وكان ماشي سكولات ماشي ما في مدارس ماشي نظامية مدارس مثل ما نعرفها اليوم ماشي مدارس كان بمكان يقال وزيني بعيد تقريبا 3 ميل أو 4 ميل للمدرسة وكان مدرسة واحدة مويرة عن تقريبا كذلك 4 ميل 5 ميل للمويرة هنا كان ماشي مدرسة بعد قبل الانقلاب قليل استوى المدرسة عندنا يعني احنا كبار وقت الايام نعم بس ما ينفع نسيب مدرسة لكن تعلمت عاد انشغلتوا يعني اشتغلنا بالزراعة واشتغلنا باشتغال نساعد الوالد وهذا واللي ابوه ما متعلم ويبغى يتعلم هين كان يتعلم شيء مدارس اي صحة شيء مدارس حتى يتم المدارس كثيرات مدارس قرآن لا اول شيء اول بقليلة قليلة شيء ما عندنا ما شيء لكن قليلات ما كما تو مدارس كثيرة نعم كل مكان تو مدارس يعني اليوم أولادكم يقدروا يتعلموا العربية يقدروا يتعلموا القرآن يقدروا يتعلموا ثقافتهم نعم. من خلال بعض المدارس اللي العمانيين نفسهم أيضا سووها نعم نعم خف المطر كنا في الشنبة وصعب زين لكن بعد شيء للماي شوي مو مشكلة يوم شوية ماي ويوم شوية رذاذ ندورة نحن أيوة خلاص تفضل أحسن تفضل طلعت الشمس هاي مع النخلة هاي صرنا هذه ما شاء الله من هنا ذي هاي واحد حجة أخوة لكن هذه مال تركيب حصلت ثلاث خورات
هذه واحدة. هذه تسمى الزراعة النسيجية. وهذه واحدة كذلك. هذه هي تعاد قهوة. ما شاء الله. هذه بيقولوا تركيب. هي بس هو. هذا خلاص. ما البهلة. هذه خلاصة. هي خلاص. واحدة ثانية صغيرة بعدين خلاص. كأنك ناوي تكسر النخيل. إيه. أنا أحب النخيل من كذاك. زين تعرف. بشوفه أمان أشوف النخيل. أحب واجد النخيل بشوفه أمان. طيب أنت تربيت في زنجبار. بلاد ما فيها نخيل. ما فيها نخيل. يعني قليل قليل. تعرف لهم؟ شوف يوم شفت هناك عمان نخيل. بس قلبي فرح بالنخيل بغيت أزرع النخيل هذا. وهاي هنا يستويان هنا؟ يستويان يثمر هي ثمرة كم ثلاث سنوات تثمر هذيك. هذيك الغالية. هذيك تثمر ثلاث سنوات عايد. ما شاء الله. وتقول كنا خلص. كنا خلص. أول واحدة زرعتها هنا من هين جبتها؟ هذه فلح بس. من النوى؟ من النوى هذاك. وطلعت وحدها؟ وطلعت وحدها. وتثمر؟ وتثمر. الحمد لله رب العالمين. زين. وهذا أنبي يقول أنبي نصارى هذا. لكن أنبي غير أنبي العمل. هو ما أن أنبي لكن سميته أنبي نصارى. سميه كذا يسميه. هي الشجرة الساقية لكن الأوراق غير. هي الأوراق لكن هي الشجرة. وثمرتها شوف هذا ثمرة شيء. بس هذه يوم يقعد بس يسوي جويس يقشره يسوي. حال عصير. عصير. هو استوى عصير حلو هذا نضيق هو. عصير هذا واجد. تو هذه كذاك ناضجة؟ بعدها. بعدها. بعدها غضبة. إيه بعدها. هذه كي بعد يبغى شهرين ثلاث. لكن إذا الأولاد هذي كمان يتقون بحاجة ويخذوا يأكلوا بملح. بس يأكلوا في ملح. صاير الأولاد هذي. هذا شوف كذا كله هذا الأولاد شغل يضرب حصى. كلهم. هذه اللمبال العادية. هي هذه عادية. كنا يزحط المكان شوية. هي مشانها. لكن يعني يكون تحت زين. ايش زارع هنا؟ هذه سدره نبق هذه سدره اي وتو وقت يثمر شوف تو وقت هذا اي تو تو هذه انتوا اظن الموسم هنا على عكس عمان على عكس عمان ما كذاك؟ اي كذاك يكون الناس يطلع النخيل في عمان هنا يكفي العاقل انزين ويوم بعد ما يخلص يكون يطلع هنا هناك بعد انت ممكن تسوي مشروع كبير كذاك ممكن بالختلف ممكن تجيب لنا رطب في الشتاء هي يسوي يمكن كان عندنا نخيل كثيره بتحصل لكن مو انا ما لها بتبس زرعت هي بدي ازرع وشي شفت اماكن ثانيه زارعين نخيل هنا ونجحت بعض واحد بعض هي بعض الناس شيء نخيل انا ماشي ايوه لكن نشأ ناقو وحده اها يمكن شيء يصبرن وهذا احنا شفنا في البر في البرج الناس زرعوا العمانية زمان كانت تبورة تبورة فيها واجد تبورة واجد فيها نخيل العمانية كانوا كثيرين هناك توعد باقيات ما حد يعاود لأن ما يعرفوا لهن اللي ما يعرفوا الناس اشتلوا هذيك العمانية نعم باقي أبو يعرفوا على مواليده ما يعرفوا شيء هذا شيء نريد يطبخ وتقليه يقلئ زين يقلئ ونارجيل معك ونارجيل هذا معنا هنا أكثر اهتمام أظن النارجيل. نارجيل وقرنفل. نارجيل والقرنفل. القرنفل. عندك هبشة؟ النارجيل عندي. طيب كيف النظام؟ ارتفع القرنفل. كان ما يبيع كان قبل ما له قيمة. أيوة. لكن بعد من سنتين ارتفع بيع القرنفل. أيوة. وتو بس الناس حالهم زين. يحصل فلوس ما. نعم. وهذا الطول اللي نستعمله. هذا الطول بيكون لا قياس حال الاستخدام البيت يعني. لا كل جميع الناس من كل مكان يجون يستخدموا يعني ايوه كم شوف هاي شوف جايين ايوه من كل مكان يستخدموا نهاري نهاري هذا الجيران يجون يستخدموا الجيران وهذه الناس يزرعوا الزراعه هنا هذا المكان الزراعه يزرعوا هذه قرون سبال وهذه تنقولي ما تقول بنتو تنقولي ما تنقولي طماط هكذا يزرعوا كل طماط الاكثريه كل هذا المكان يزرعوا طماط هذه عاد على الموسم على الموسم على الموسم تو الناس يزيدها بديل يعني في زراعه الطماط زين الزرع عاده الزرع يكون معاه تربية الحيوانات كذلك حيوانات تربيوا حيواناتنا نربي حيوانات ولا أهم شيء الزراعة نربي حيوانات لكن هي. ما هي مكان معلوم ما فوق الزراعة هي.
وكان في الزراعه وقت اللي يكون الانسان باقي هناك حيث حيوان ماله وياكل قليل اكل ويخذوه من هناك. يعني قياس حال البيت بس؟ اي حال استعمال البيت. حال استعمال بس. تحصلوا لحم، تحصلوا حليب، نعم، تحصلوا بيض. نعم نعم. هنا الاكل طازج ما شاء الله. اي صحيح، ما كان معكم هناك حسن مال الثلاجه. نعم. هنا كله لا الحمد لله، فعلا الاكل طازج وين ما رحنا من اللحوم ومن الخضار ومن الفواكه. هذه نعمة ترى. الحمد لله. نعم. لما الأسرية الله يحفظكم. وانا فرحنا كثيرا بيجي تزورونا ونشوف نشوفكم ويزورونا، فرحنا كثيرا على هذه الزيارة عندكم. ان شاء الله نجيكم. الله تعالى يكون نتلاقى مرة ثانية ان شاء الله. احنا ملاقينك قبل 10 سنوات. زين. واليوم ملاقينك. جزاكم الله خير. واذا شيء عمر بعدنا بنلتقي ان شاء الله. امين ان شاء الله. شايب سالم بن سليمان بن سالم الريامي. نعم. أحسنت، جزاك الله خير. أحسنت. مشكور. أحسنت. مشكور. أحسنت. ما قصرت.